في مكان من أماكن زون يتواجد التجار واللصوص، يوجد كل شيء أو أي شيء للبيع. كل حاجة بتتباع في المكان ده مسجوقة، وده كان أول مكان اتجه ليه المتحول لتطهير زون من الناس دي. يعتبر السوق كان فيه كل حاجة أنت محتاجها، أسلحة، سحر، أي حاجة بتأذي البشر. كان موجود في مكان ضلمة بيغطيه الضباب، ولكن ريحتهم كانت فايحة. وفي ظل ما هو واقف بيراقب السوق كله من بعيد، شاف بنت خدت رسالة من أحد رجال عصابات البارون. الشخصية دي نص وشه مشوه ورجله مقطوعة، خدت منه الرسالة وحطتها في أنبوبة صغيرة وادالها تروس معدنية، ودي كانت العملة في زون. من وجهة نظر وروك إن مش التروس هي العملة اللي ماشية في زون، ولكن الألم هو العملة الحقيقية. لما دقق في الرسالة لقى إنها كمان معاها ختم البارون الكيميائي، وده مطمع لكل العصابات اللي موجودة في زون. وابتدت البنت في اتجاه الى توصيل الانبوب لشخص او مكان معين، وابتدى المتحول يراقبها. ابتدت تاخد طريق من القليل اللي يقدر يمشي وراها فيه. ولكن اورج كان سهل عليه جدا الموضوع، وخصوصا انه حافظ كل حتة في زون. وفي ظل ما هو متابعها وبينج وراها، كان بيفكر في حلين: يا إما يقتلها وياخد الختم علشان العصابات تدور عليه هو، يا إما يسيبها ويخليها تعمل الأشخاص اللي هتقابلهم. وفجأة ظهر أربع متحولين بيتيجوا جنب البنت من جميع النواحي. ما اتدخلش روجك وفضل يراقب الموضوع من بعيد، بس كان على أتم الاستعداد ومستنى اللحظة المناسبة. ولما جت اللحظة اللي المفروض يدخل فيها روجك، كان في متحول أصلا بيراقبه، وروجك لمح. في ظل الوقت اللي كان وجهك مشغول فيه، كانت هي خلصت على متحول. كل المتحولين ماتوا، ومجرد ما عين ووروك لمحت البنت، ما قدرش يسيطر للأسف على غريزة الوحش اللي جواه، وفي لحظة كان مموت البنت.